والآن نتحول لمتابعة أخبار المال والأعمال مع الزميلة رغدة أبو ليلى. أهلا بك رغدة. شكرا لكما إلهام نمر وياسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي كوستاس كاديس والسفيرة القبرصية بمصر بولي لوانوا والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد وزير البترول على متانة العلاقات المصرية القبرصية قيادة وشعبا، والتي تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن التعاون بمجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور الهامة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطرق الحوار إلى أهمية القمة العالمية COP27 للمناخ التي تستضيفها مصر بالشهر نوفمبر المقبل. من جانبه أكد الوزير القبرصي على أهمية انعقاد قمة المناخ، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر. استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بالمجالات الزراعية المختلفة بين البلدين. أكد وزير الزراعة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربا عن تطلعه لانطلاقة جديدة تعزز أطر التعاون بالمجال الزراعي وقضايا الأمن الغذائي بصفة عامة بين البلدين. واتفق الجانبان المصري والأوغندي على تعزيز التعاون بمجال الثروة السمكية والحيوانية، فضلا عن تعزيز التجارة البينية بالمجال الزراعي بما يليق بحجم البلدين. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021. بلغ إجمالي كمية الصادرات 1,761,000 قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته، مقابل 874,000 قنطار متري بالموسم السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 101.5% بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن. وسجلت دولة الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 1.5 مليون قنطار متري بنسبة قدرها 87.3% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684,967 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,137 نقطة متراجعا بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 10,105 نقاط. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2,188 نقطة متراجعا بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2,163 نقطة. كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3,130 نقطة متراجعا بنسبة 90% ليغلق عند مستوى 3,102 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.12% للشراء و19.23% جنيها للبيع.
بالنسبة لليورو وصل إلى 19 و 19 و 11، الجنيه الاسترليني 22 و 53، 22 و 67، الدرهم الإماراتي 25 و 25، أخيرا الريال السعودي 5.8%، 5.12%. وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاق قرض سيادي مضمون مع تونس لتزويد ديوان الحبوب التابع للحكومة التونسية ب 150.5 مليون يورو لتمويل واردات الديوان من القمح والشعير. أوضح البنك الأوروبي أن قيمة القرض تمثل ما يصل إلى 15% من الاحتياجات الاستهلاكية السنوية لتونس. وقال البنك الأوروبي إن الأزمة الأوكرانية أدت إلى اضطرابات بالإمدادات العالمية للحبوب وتسببت بارتفاع أسعارها، وهو ما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق البحر المتوسط وبعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم. وتؤمن تونس ثلثي احتياجاتها السنوية من الحبوب عبر استيرادها من الخارج بحسب البنك. نهاية الأخبار الاقتصادية.